أنا أخت المعتقلة فوزية ما شاء الله محمد، سنها تقريبا 59، يعني مي واحدة صغيرة يعني، فالمفروض يكون ما يكون وضعها يعني في السجن، وهي صح يعني مريضة وايد تشكى، يعني عندها مسوية كذا عمليات في الركب وتعاني من مشاكل القلب وتاخذ حبوب قلب يعني، وايد متأدية من هاي الشيء في السجن، فما قعدت يعطونها العلاج يعني اللازم إليها يعني، فهاي وايد وايد صعب يعني، حالتها صعبة في السجن، وهي يعني ان نطالب انه يفرجون عنها، ان هي بعد اساسا ما عليها قضية يعني، ويعني احنا اكثر شيء ناشد انه يفرجون عنها على صحتها، يعني احنا خايفين على صحتها وايد وايد وايد، لان هي مو من شيء واحد تعاني من كذا شيء يعني، من خصوصا القلب.